بيوم من الايام طلبت السلطه السعوديه مع السلطه اليمنيه على العسكر القدامى حق خفر السواحل انهم يرجعوا يمارسوا عملهم زي ما كانوا من قبل، بحيث انهم اكبر خبره وكفاءه. التحق معهم واتصلوا له، التحق معهم وراح يمارس عمله، نقل انه جيزان. داوم هناك بحدود 7 أو 8 شهور. بعد ما داوم هناك بحدود 7 أو 8 شهور، إضافة إلى أنه رجل جيد ملتزم بالدين والإسلام بفروض الصلاة، ملتزم بالأمانة، ومعروف عنه بالقرية وبالأسرة وبعرف بكل مكان بهذه السلوكيات حقه. رجل محافظ ملتزم جدا يعني، ورجل وطني مسك قارب أسطو حشيش يعني، حاول أنه يوصله لعند القيادة السعودية اللي مسؤول بالمنطقة. كافأ أنه أعطوا أنه رتبة عسكرية وأعطوا أنه مبلغ مالي، برغم أنه كان عرض عليه حسب ما يقال أكثر من 10,000 دولار لكي يتنازل عن الشيدة، إلا أنه واجبه الوطني أنه يتعامس أو يفلت القارب الموجود، إلا أنه واجبه الوطني وإنسانيته والعمل حقه بالأمانة رفض هذا الشيء رفض تام. قاموا أخذوا أنه من مكان عمله إلى منطقة جيزان، أخذوا من محل عمله إلى منطقة جيزان، وقاموا بالتعذيب، عذبوه. وبعد ما شلوا قاموا عليه بالعبث والقتل، لا يرضي الله ولا رسوله، أني مشهد الله حسبي الله ونعم الوكيل. أحرموه من الماء والزاد، تمام، وقاموا بالتعذيب، حرقوه بالكهرباء حتى وصلوه إلى الموت. شلنا السعوديين لما انتقد جيزان وقاموا عليه بالكهرباء والقاتل والعباث، قاوع غبان لا اكلوا ولا جربوا.